لو ما اكلتيش الطعمية اليمنية او الفلافل اليمنية اقدر اقولك ان انتي ما اكلتيش طعمية قبل كده. بيسموها هناك الباجة، هنقولها النهاردة بكل تفاصيلها، وكمان هنعرف الفرق بينها وبين الطعمية المصرية. اول حاجة هنجيب طبق عميق، هنحط فيه مية عادية خالص، وهنحط اللوبيا فيه عشان ننقعها فيه. انا معايا حوالي نص كيلو من اللوبيا، هننقعها زي اي بقوليات بنعملها. البقوليات لازم تتنع لمدة لا تقل عن 6 ساعات. ودي كل الخضرة اللي هنستخدمها النهاردة في وصفتنا. معانا بصلة متوسطة، وحزمة من الكزبرة الخضراء، وكمان حزمة من الكرات. وممكن نستبدل الكرات ده بثلاث بصلات خضر، بس البصلات تكون بفراحة الخضراء. ودي اللوبيا بعد حوالي 6 ساعات، المية بتاعتها اتغير لونها بالشكل ده، وكونت على وشها طبقة. الطبقة دي عبارة عن السميات اللي موجودة في اللوبيا. بعد كده هنصفي اللوبيا دي ونشطفها كويس جدا. بعد كده نصفيها من المية، لازم تصفى من المية تماما. بعد كده نفضي اللوبيا في طبق عميق، وهنقشر البصلة ونغسلها ونقطعها لقطع كبيرة، ونضيفها هي كمان على اللوبيا. وكمان بعد ما نغسل الخضرة ونصفيها كويس جدا من المية، هنقطعها لقطع كبيرة زي ما انتوا شايفين كده، وهنضيف الخضرة هي كمان على اللوبيا. بعد كده هنقلب المكونات دي مع بعض، وهناخدهم نفرمهم في الكبة. المكونات دي انا فرمتها على مرتين، لو الكبة بتاعتي الكبيرة هتفرميهم على مرتين، لو صغيرة يبقى هتفرميهم على 4 مرات. يبقى الفرق بين الطعمية العادية والطعمية اليمنية ان الطعمية اليمنية بتتعمل من اللوبيا، وكمان كمية الخضرة بتاعتها اقل كتير من خضرة الطعمية العادية المصرية بتاعتنا. كل شوية هنفتح الكبة بتاعتنا ونقلب جوانب عجينة الفلافل او عجينة الطعمية بالشكل ده، نقلبها شوية صغيرين. بعد كده نفرمها مرة تانية لحد ما تنعم شوية. وعجينة الطعمية اليمنية او الباجة بتكون اخشن شوية من عجينة الطعمية المصرية. بعد كده هنفضي عجينة الطعمية في طبق ونكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. وده قوام عجينة الطعمية اليمنية، بيكون خشن شوية بالشكل ده. بعد كده هنضيف على الكمية كلها معلقة كبيرة من الدقيق عشان العجينة تكون متماسكة وما تفرولش في الزيت، وكمان معلقة صغيرة مليانة من الملح، ومعلقة صغيرة مليانة من الكمون، وكمان نص معلقة صغيرة من الكركم. شايفين التوابل مختلفة شوية عن عجينة الطعمية المصرية العادية بتاعتنا. الطعمية المصرية بنضيف ليها كزبرة ناشفة، وما بنضيفش ليها كمون خالص. الناس اللي بيعملوها بالكمون بلاش تضيفوا عليها كمون، لان الكمون بيكتم الطعمية المصرية وما بيخليهاش تتنفخ ولا تكون هشة. وكمان بنضيف عليها بيض وكربوناتو، انما الطعمية اليمنية ما بنضيفش عليها كل الاضافات دي خالص. هنقلب المكونات دي معاها. بعد كده هنضيف معلقة كبيرة من هريسة الفلفل الأحمر. والمكون ده وهريسة الفلفل الأحمر، المكون ده ما بنضيفوش على الطعمية المصرية خالص، هو بيضاف على الطعمية اليمنية، بيديها طعم جميل جدا. هنقلب دلوقتي عجينة الطعمية كويس جدا مع المكونات دي. بعد كده هنشكل عجينة الطعمية. هنجيب صينية ونحط فيها أكياس من أكياس التلاجة، ونشكل عليها عجينة الطعمية، وطبعا هنشكلها بالحجم اللي انتوا عايزينه. بعد كده بدخل أقراص الطعمية الفريزر شوية عشان تتشمع. بعد كده بحطها في أكياس تلاجة، أحط في كل كيس الكمية اللي هحتاجها، وأخرجها من الفريزر على الزيت على طول. وطبعا ما ينفعش اننا نشكل الطعمية المصرية وندخلها الفريزر، لازم تتخزن عجينة كده زي ما هي، لاننا بنضيف عليها بيض. وانا ممكن اقليها على طول، بس انا حبيت اوريكو ازاي بنحفظها في الفريزر. دي كده الطعمية بعد ما خرجت من الفريزر، شايفين
بعد كده هحطها في كيس تلاجة عادي خالص، واحفظها في الفريزر بشكل عادي خالص، وقت ما احتاج هطلعها من الفريزر على الزيت السخن على طول. وده طبعا اسهل، ممكن تعملي كمية كبيرة وتحفظيها في الفريزر وتطلعيها على التسوية، يعني هي اسهل تعتبر من الطعمية المصرية. شايفين هي كده شكلها في الكيس، عمرها ما تلزق في بعضها ابدا، وده لاننا شمعناها الاول في الفريزر. بعد كده هنسخن الزيت ونحمر الطعمية فيه. الطعمية اليمنية بتتحمر على زيت سخن وعلى درجة حرارة عالية، وما تزحميش الطاسة او الحلة بتاعة القلي، يعني حطي فيها شوية صغيرين عشان تكون سهلة وانت بتقلبيها، وما تقلبيهاش خالص الا اذا كانت الجهة اللي تحت احمرت الاول. واول ما تحمر ولونها يكون بالشكل الحلو الجميل ده، خرجيها على طول من الزيت. الطعمية اليمنية بتكون مقرمشة اكتر من الطعمية المصرية بكتير. ممكن تفرشي الطبق بشوية خضرة متقطعة قطع صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، زي ما انا عملت كده، وممكن تقدموها عادي. التقديم ده بيكون حسب رغبتكم انتوا، بس الخضرة بتدي للطعمية نكهة جميلة جدا. وبكده نكون عملنا الباجة او الفلافل او الطعمية اليمنية. انا من رأيي الطعمية اليمنية طعمها لذيذ جدا وألذ كتير من الطعمية المصرية، وكمان مفيدة أكتر من الطعمية المصرية، لأن اللوبيا مفيدة جدا أكتر من الفول، وما بتشربش زيت خالص أثناء القلي. أتمنى وصفة النهاردة تعجبكم وتجربوها، وبالهنا والشفا مقدما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.